مساء الخير. بالإعدام اشترى الإخوان غضب شارع بورسعيد، لكن محمد مرسي لن يبقى سعيدا، والنقمة عليه لا تزال مفتوحة في ميادين الثورة، ما دفع السلطة إلى توجيه نداء إلى جميع القوى بهدف إجراء حوار وطني موسع. وهي خطوة إذا ما تحققت فإنها ستنقذ حكم الإخوان قبل القوى المنادية بالتغيير. القضاء المصري تحرك اليوم بإشارة إخوانية وأحال أوراق 21 متهما على المفتي في قضية النادي الأهلي التي تسببت بمقتل 74 مشجعا رياضيا في شباط من العام الماضي. ويا فرحة ما تمت، إذ إن قرار الإعدام أثار غضب ذوي المدانين الذين حاولوا اقتحام السجن الذي يؤوي المتهمين، فوقعت اشتباكات مع الشرطة سقط فيها قتلى وجرحى، بينهم لاعبا كرة قدم. وكرة النار المصرية تكبر وتتمدد إلى المقار الرسمية والجدران الإسمنتية التي تفصل المتظاهرين عن وزارة الداخلية ومجلس الشورى والقصر العيني، بعدما تسببت أحداث بورسعيد والسويس بمقتل 36 شخصا وجرح المئات. لبنانيا، بورسعيد سياسية تنتظر اللجان النيابية يوم الأربعاء، مع الدعوة التي وجهها الرئيس نبيه بري إلى النواب اليوم بهدف مناقشة تقرير لجنة التواصل على الرغم من فشلها. لكن هل تكون اللجان مقبرة لكل المشاريع المطروحة؟ وهل من انتخابات ستجرى في موعدها؟ أم أن العمل النيابي هو لشراء مزيد من الوقت؟ واستنادا إلى زعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجي، فإن الصراع الإقليمي في سوريا ومصر وتونس وليبيا لا يسمح بإجراء الانتخابات في لبنان. وقال فرنجي للأخبار إن كل التصعيد والاحتقان والتشنج سببها المال لا السلاح، فالسلاح مضبوط والمال سائب، وهو العنصر الرئيس في الحرب على سوريا أيضا. وفي الحرب بدأت مفاعيل دعوة النائب وليد جملاط أبناء جبل الدروز في سوريا إلى الانخراط في الثورة تعطي نتائجها، وأول شهيد هو الملازم أول خلدون سامي زين الدين، عضو المجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء وقائد كتيبة سلطان باشا الأطرش. وقد أوعز جملاط بإقامة صلاة الغائب عن روحه يوم غد في مدينة علي، فيما سيسجل النائب طلال إرسلان موقفا من خطر زج أبناء الطائفة في مثل هذه المعارك. وكان جملاط قد دعا في تشرين الثاني من العام الماضي المترددين من الدروز السوريين إلى حسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار، لأن تخلفهم لا يتلائم وتاريخهم في إطلاق الثورات. قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول المنطقة الخامسة الشيخ حسين الزعيتر بزيارة التعزية ومواساة إلى عائلة سيف الدين في قرية ليسا. وعلى إثر الزيارة ونزولا عند رغبة قيادة حزب الله، قبل آل سيف الدين باستلام جثتي المغدورين، حيث تجرى مراسم الدفن غدا الأحد في القرية 2:30 من بعد الظهر. بدأت تظهر الحلحلة في ملف الأزمة التي نشبت بين ليسا ومحيطها، فقد قبل الأهالي الذين كانوا يعتصمون صباحا باستلام جثتي المغدورين على أن تتم مراسم الدفن ظهر الأحد. وكان أهالي ليسا قطعوا الطريق العام عند مدخل ميروبة مطالبين بتسليم الجاني أنطوني خليل المتهم بقتل غسان ونجله هادي سيف الدين في وطن الجوس. رسالتنا للدولة بكل مقوماتها، من الرأس الهرم للقاعدة، إذا كنتوا هيدي المنطقة بدكن تتحاشوا فيها أزمة وحرب وفتنة، بدكن تسعوا لتسليم الجاني. نحن كل ثقتنا بالقضاء، كل ثقتنا بالأجهزة، كل ثقتنا بالدولة. نحن لحد اليوم حاطين كل ثقتنا بالدولة، بعدنا معتمدين على الدولة. نحن منتمنى ممن يحمي هذا المجرم أن يسعى إلى تسليمه للقضاء، إذا كان هذا الرأس الحامي يثق بالقضاء. أنا بعرف أني أنا واقف على باب ميروبة وعلى باب حراجل وعلى باب عيون السمان وعلى باب فرية وعلى باب المنتجعات السياحية. مضى بعض الوقت ثم أعاد الأهالي فتح الطريق في وقت كانت فعاليات حراجل تدعو في بيان لها أهالي ليسا إلى التهدئة وترك القضاء يأخذ مجراه. وإذا كد البيان أن أهالي حراجل غير طائفيين، شدد على أنهم خط أحمر. في السياسة، تدعى نواب المنطقة إلى مؤتمر صحفي طالبوا فيه بإبقاء الحادث في إطاره الفردي. ومن الأساس كنا عم نقول أنه هيدا الحادث حادث فردي ابن ساعته،
وما له أي خلفية لا سياسية ولا مناطقية ولا مذهبية ولا طائفية. وبالتالي بنتمنى من كل المعنيين بهذا الملف عدم الانجرار إلى الخطاب المذهبي الغرائزي، وتضل الأمور محصورة بالجريمة بحد ذاتها. وأول شيء يجب عمله هو تسليم الفاعل أو الفاعلين. عسكرياً سلم الشاهد الوحيد في جريمة قتل غسان وهادي سيف الدين في وطن الجوز المدعو باء ألف نون، سلم نفسه إلى القوى الأمنية. الرئيس نبيه بري يدعو اللجان النيابية المشتركة إلى الانعقاد الأربعاء المقبل لبحث قوانين الانتخابات. يوم شكلت اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون الانتخاب كان الهدف حصر النقاش بعشرة نواب يمثلون الكتل كلها وبالتالي الآراء جميعا للوصول إلى اتفاقية على قانون واحد ووحيد. 16 جلسة من الأخذ والرد عاد بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري ودعا اللجان المشتركة الأربعة إلى عقد جلسة مشتركة الأربعاء المقبل لدرس قانون الانتخاب وسماع تقرير اللجنة الفرعية في هذا الشأن التي من المفترض أن تلتئم الثلاثاء لتقفل بالمبدأ المحضر النهائي. فهل دعوة بري هذه هي ورقة نعي للجنة الفرعية بحسب قراءة تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من أذار؟ وهل هذه القوى ستخرق مرة ثانية قرارها بعدم المشاركة في اللجان النيابية؟ والموقف المبدئي وعدم المشاركة بظل وجود الحكومة. هلأ الحكومة إذا بتلاقي طريقة تتغلغل ما بين النواب، يعني كل شخص وزير نائب أيضا يجي يقعد مع النواب، أصلا وقتها ما هي صيغتنا طرحنا بدهم أهل وسهلا، هيك بتكون الحكومة منا ماسلة أمامنا. يعني عم نرجع نعمل شغل اللجنة الفرعية بشكل مضاعف. هيدي هي المشكلة وهيدا نحن اللي عم نقوله، وكنا نحن من المطالبين أنه هيدي اللجنة الفرعية ضرة مستمرة. ليش مستمرة؟ من أجل التوصل إلى نتيجة بأسرع وقت، لأنه مجرد إحلتها على اللجنة الفرعية رح نضيع وقت كتير. معدل الكلام للنائب بالعشر النواب اللي كنا نحن باللجنة الفرعية كان معدلها تقريبا 3 ساعات كل شخص. ايه طيب اذا حكى كل نائب ساعتين او ساعة ونص، وبتعرفي اللجان هن 4 لجان هن رح تجتمع بتكون 68 نائب، يعني نص المجلس تقريبا. طيب اوكي خليه ياخذوا وقت، معناتها هن منهم جديين وهن بدهم يخسروا وقت. أكترية مع موضوع المختلط بينما في شخص ضد. طيب اوكي لو طلعنا بالاجماع انه مع، كانوا بلش المجلس والمشترك واللجان المشتركه بدراسه نظام مختلط دغري، بينما هلا بده يدرس الكل من اول جديد كله مطروح. احاله الموضوع لهونيك للجان المشتركه بطلب، يعني بالنهايه بطلب، يعني ما بعرف اذا رح يؤدي الى الاصلاح بالوضع، ما بعرف، في علامه استفهام هون. فرعيه كانت ام مشتركه؟ اقتراحات قوانين كثيرة بدلاً من قانون واحد من المرجح أن تحول إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وهناك وقبل 9 من أذار الموعد النهائي لدعوة الهيئات الناخبة ستسقط ورقة التين عن نيات جميع الأطراف ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. في الجزء الأول من طرابلس الوجه الآخر، جولة على معالم المدينة وآثارها بعيداً من رائحة البارود والبؤس. تحقيق لكريستين حبيب. هذه ليست طرابلس، على الأقل هذه ليست كل طرابلس. طرابلس مدينة واقعة في حيرة ما بين حبال التوتر العالي والحمام الذي يحط فوقها. يقول أبو غسان إنه يفضل حياكة التراث على من يحكون المؤامرات للمدينة. كبير الخياطين الذي يداوم في الخان منذ أكثر من 60 عاماً يحاول الحفاظ على أصول الحرفة. مهنة تراثية يعني، وقليل بقى ما بقى حدا نتعلم هالمهنة هيدي. شايفة كيف؟ ضيعانة تنتهي يعني. شو علمتك هالمهنة؟ علمتني ناكل خبز من وراها. للمدينة القديمة وجوه شاهدة على قدمها وكأنها تحرس الخانات التاريخية. خان كان عبارة عن فندق كبير
ينزل فيه التجار والقادمون إلى المدينة، وهو يتألف من طابقين، الطابق الأرضي يستخدم لعرض البضائع، والطابق العلوي لنزل الزائرين والمسافرين والقادمين من الخارج. في وثائق الأرشيف العثماني كما عرفنا كان في طرابلس لوحدها 45 خان. قليلة هي الخانات التي استمرت، منها خان الخياطين والصاغة والصابون. أحلى حبيب. هنا تختفي روائح البارود والفقر لصالح عطر الصابون. طرابلس كانت مشهورة وما زالت بس بنسبة قليلة بستين الزيتون. هلأ قديم كانوا يعصروا الزيتون كل سنة، السنة اللي قبلها يكون في زيت بيسموه السنة اللي قبل أو زيت الموش يعملوا فيه صابون. هلأ كمية الزيت الكبيرة يكون في فائض زيت كتير يعملوا صابون، صار في صابون كتير بطرابلس، صار طرابلس تصدر صابون كل دول العالم. الصابون ملك الحمامات، حمامات المدينة العشرة والتي ما زال واحد منها مفتوحا أمام العامة. وعمليات الزواج تتم داخل الحمامات، وعمليات الطهور والخطوبة والاحتفالات في المناسبات الدينية والمناسبات العادية كلها كانت تجري داخل الحمامات. مثل الآن بيروحوا إلى المقاهي، بيروحوا إلى المطاعم الفاخرة حتى يقيموا الأعراس والحفلات، كانت الحفلات كلها تقام في حمامات المدينة. أسسها الفينيقيون ومر فيها الرومان والبيزنطيون والمماليك والعثمانيون، ولعلها حتى اليوم المدينة الممر. وهي تطفئ شمعاتها 4000 تجاهد طرابلس كي لا تذوب كشمعة. هذه المدينة ذات الجذور الضاربة في التاريخ تواجه الضربات ضربة تلو ضربة، وينهار من قلاعها الحجر تلو الحجر. عاصمة الزعماء كفرت بزعماء أكثر ما منحوها صورهم المعلقة على جدرانها القديمة. ابتساماتهم تظلل المدينة القديمة حيث الدموع لا تحصى، وحيث تاريخ يعاتبهم لأنهم لم يحافظوا عليه كما على مناصبهم. هي المدينة الثانية بعد القاهرة بالعمارة المملوكية. من فوق تراقب قلعة طرابلس التحولات الحاصلة. ما عاد الزمن للسلاطين ولا للفاتحين، والساعة التاريخية توقفت عقاربها عن الدوران. مع الثورات العربية صعد نجم الإسلاميين، وعوضاً من الربيع العربي بدأ الحديث عن ربيع سلفي. في الشمال اللبناني كثرت التقارير التي تتحدث عن توجه لدى السلفيين إلى إعلان الإمارة الإسلامية السلفية. أين الحقيقة فيما يذكر؟ هل هناك بوادر لإعلان إمارة؟ أم أن ما يتداول يدخل في خانة نظرية التسمين قبل الذبح؟ تقرير من طرابلس للزميل رضوان مرتضى. قد يشبه البعض رحلة الإمارة السلفية بدرب الجلجلة، مخاض ولادة لم يكتمل يوما. بدايتها المتعددة كان للقوى السياسية دور الأبرز في إجهاضها، فكانت حرب وقتل واعتقالات. كيف بدأت السلفية في لبنان وأين أصبحت؟ الله عز وجل هو مؤسس التيار السلفي، لأن السلفية هي الإسلام نفسه. لكن من الناحية التنظيمية الشيخ سالم شهال هو أول من أسس تنظيم سلفي في لبنان تحت اسم الجماعة المسلمون. كان يكتفي بالدعوة اللسانية الشفهية عبر خطب الجمعة، عبر المحاضرات، عبر الدروس في المساجد، وكثر أتباعه حتى بايعه معظم زعماء طرابلس ومنهم الرئيس رشيد كرامي رحمه الله. نعم. بايعه انه شو؟ بايعه انه امير.
الاضطهاد الأمني والاضطهاد السياسي اللي تعرضوا له والقمع وإلى آخره، صنع من بعض السلفيين متشددين، وصنع من بعض هؤلاء السلفيين يمكن جلادين، ودفعوا نحو التوجه نحو السلفية الجهادية التكفيرية. عام 2000 دك الجيش اللبناني إحدى بقاع جبال الأربعين في منطقة الضنية. يومها حكي عن إجهاض بناء إمارة سلفية بعد قتل الأمير بسام كانج الملقب بأبو عائشة. تحدثت وسائل الإعلام عن إنشاء مخيم تدريبي للجهاديين الغرباء، فيما أكد آخرون أنه كان ملجأً للهاربين من بطش الأجهزة الأمنية. أحداث الضنية تلك كانت مفترقة الطرق التي فرزت السلفيين بين جهاديين ودعويين. مجموعة من السلفيين الذين كان يتم ملاحقتهم في مدينة طرابلس هربوا من الأجهزة الأمنية السورية التي كانت تلاحقهم واعتكفوا في منطقة الضنية. أنا أفهم أن هذا المعسكر ليس أكثر من معسكر تدريبي تأثراً بما يجري في أفغانستان، يعني يريد أن يدرب بعض الشباب. ربما كان يريد أبو عائشة رحمه الله أن يأخذ بعض الشباب للقتال في أفغانستان، وهنا أقام معسكرا تدريبيا. يعني ليس لا يمكن أن يكون عقلا ومنطقا أن يكون المشروع أبعد من ذلك. ماذا يريد من الضنية من جبال الأربعين؟ وأخونا يعرف جبال الأربعين جيد، جبال الأربعين جبال مكشوفة، هليكوبتر واحدة تقضي على كل الموجودين وانتهى الأمر. أنه يريد أن يقوم الدولة الإسلامية في هذه البقعة المكشوفة، جنون هذا الحكي، غير مقنع. أهلا بكم جديد. رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي يؤكد في حديث إلى صحيفة الأخبار أنه لن يمدد للرئيس ميشيل سليمان ولو لدقيقة واحدة. رأى رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي أن النسبية هي الأفضل للأفرقاء جميعا، داعيا إلى تجربتها، وشدد على أن المشكلة ليست في قانون الستين بل بالانقسام المسيحي، ورأى أن الصراع الإقليمي في سوريا ومصر وتونس وليبيا لن يسمح بإجراء الانتخابات في لبنان. وتطرق فرنجي إلى الانتخابات الرئاسية والموقف من الرئيس ميشيل سليمان، فقال أن لا مبرر لرفض رئيس الجمهورية اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، واصفا إياه بأنه حصان طروادة لقوى 14 من آذار والمشروع الآخر. وقال إن الأمر انكشف علنا، موضحا أن الرئيس سليمان أتى رئيسا بموافقة فرنسية قطرية وسورية أيضا، ضعفت سوريا فظهر على حقيقة أخرى، وأضاف لا تمديد لرئيس الجمهورية ولن أقبل بالتمديد له، أنا الأول في ذلك بين حلفائي، لن أمدد له يوما واحدا ولا دقيقة واحدة، حتى إذا شاء حلفائي التمديد فهم أحرار، لكنني لن أمشي، أريد انتخاب رئيس جديد، أريد شخصية مارونية غير وسطية. أما عن الوضع في سوريا فشدد فرنجي على أن الرئيس بشار الأسد باق، وقال أرى أن حافظ بشار الأسد باق باق، لست خائفا على النظام، سوريا ترتاح يوما بعد الآخر وستكون في قلب التسوية. رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا يجوز أبدا الذهاب إلى قوانين تكون أدنى في مضمونها عن قانون الستين وتفرز كتلا متطرفة لدى كل الطوائف. رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن قانون الستين الانتخابي أدى إلى فرز طائفي ومذهبي وأحادية في التمثيل لدى الطوائف الإسلامية، من هنا أطلق الدعوة إلى وضع مشروع قانون ينتج تعددية وتنوعا على مستوى الطوائف كلها، يكون شبيها للدستور في تكريس التعددية السياسية ويترجم ميثاقيته وروحه الوفاقية. وشدد خلال استقباله وفد الرابطة المارونية برئاسة جوزيف طرباي على عدم صلاحية قانون الستين الذي لم يعد يؤدي الغرض منه على المستوى الوطني، وأكد أنه لا يجوز على الإطلاق الذهاب إلى قوانين تكون أدنى في مضمونها عن هذا القانون
وتفرز كتلا متطرفة لدى كل الطوائف، ولذلك كان التوجه نحو النسبية التي تفتح المجال واسعا أمام عدالة التمثيل لكل الفئات. وقال إن مثل هذا القانون موجودا في المجلس النيابي، ويمكن من خلال مناقشته إدخال التعديلات عليه بما يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، بحيث يكون ذلك بداية لتطوير مستقبلي بعد قيام مجلس الشيوخ الذي ينبغي التحضير لإنشائه ووضع صلاحياته بأسرع وقت، والذهاب لاحقا إلى اعتماد النظام النسبي بشكل كامل في القانون الانتخابي، على أن تبقى المناصفة قائمة وموجودة في كل المجالس لأنه تشكل جوهر العيش المشترك بين اللبنانيين. ودعا الرئيس من جهة ثانية إلى التجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وإيجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني. واطلع سليمان من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على تحضيرات ملف قمة الدول المانحة في الكويت، إضافة إلى المراحل التي بلغتها الاستعدادات لإشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب بهية الحريري للتطورات السياسية على الساحة الداخلية والأوضاع في منطقة صيدا ومحيطها، ثم تناول مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصر الخوري عمل المجلس واطلع منه على الأوضاع القائمة في سوريا. وزير الأشغال العامة غازي العريضي يطلع على أعمال وزارته في صيدا ويدعو إلى قانون انتخاب توافقي. تفقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي برفقة وفد من الوزارة الأعمال في مدينة صيدا، حيث جدد انفتاح الحزب التقدمي الاشتراكي على كل النقاشات الدائرة بشأن قانون الانتخاب، مؤكدا أن فريقه السياسي لا يعمل على دفن المشاريع الانتخابية ونعيها. نحن كنا نقول من الأساس ولا نزال نحن منفتحون على مناقشة أي فكرة أو أي اقتراح، ونحن لا نزال على موقفنا مستعدون للنقاش. يعني موافقون على قانون نسبية؟ لم أقل نحن موافقون أي نسبية وأي شكل من أشكال القانون. بالأساس مبدأ النسبية، أول من طرح مبدأ النسبية في لبنان هو الشهيد كمال جنبلاط، مع احترامي وتقديري لكل القوى السياسية في لبنان. هذا المشروع كان مشروع حلم كمال جنبلاط، وأصبح لاحقا مشروع الحركة الوطنية اللبنانية باقتراح من كمال جنبلاط. لكن مشروع النسبية الذي طرحه كمال جنبلاط آنذاك كان مشروعا إصلاحيا متكاملا للنظام السياسي في لبنان من خلالها النظام الانتخابي. لذلك النسبية بهذا الشكل نعم هي التي يمكن أن توصل إلى نوع من الاستقرار وإلى نوع من التمثيل الصحيح والديمقراطية الحقيقية في البلد. وشملت جولة العريض في صيدا مبنى دار البلدية والسرايا الحكومية ومرفأ صيدا، ثم توجه إلى مجدليون حيث أقامت النائبة بهية الحريري مأدبة غداء على شرفه. قائد القوات الدولية في لبنان يذكر فعاليات صور بأن التعدي على اليونيفيل لا يجوز قانوناً. أكد قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال باولو سيرا التزام الشراكة الاستراتيجية مع الجيش اللبناني، وأشار خلال مأدبة غداء أقامها في مقر القوات الدولية في الناقورة إلى أن اليونيفيل تبذل قصارى جهدها للتخفيف من أثر عملياتها على المدنيين، مؤكدا في المقابل أهمية تمتع القوات الدولية بكامل حريتها في التنقل. إنما يقوم به مواطنون مدنيون باعتراض الدوريات ومصادرة مواد تخص الأمم المتحدة أو معدات خاضعة لسيطرتها أو انتزاعها أو سرقتها لا يجوز قانونا ولا هو من تقاليد حسن الضيافة. فهذه الأعمال خطيرة وقد تؤدي إلى حادث كبير يعرض أمن الجنود الدوليين والمدنيين الضالعين بها للخطر. ما من أجندات وطنية خاصة ولا اتصال سري مع النظراء ولا مراقبة للنشاطات خارج نطاق ولاية اليونيفيل. وأعلن سيارة أن الجنوب حافظ في ظل الاضطرابات الأمنية على هدوئه واستقراره وأمنه. أثلجت أحكام بالإعدام على المتهمين بمجزرة بورسعيد صدور ذوي الضحايا وأغضبت ذوي المدانين، ما أسفر عن اشتباكات أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. في محاولة لتنفيس الاحتقان في الشارع المصري بعد صدور أحكام الإعدام في حق المتهمين بمجزرة بورسعيد، سارعت الحكومة المصرية على لسان وزير إعلامها صلاح عبد المقصود إلى إدانة العنف والإعلان عن دعوة مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى حوار وطني، لافتة إلى احتمال فرض مجلس الدفاع حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد. حالة أوراق كل من
السيد محمد رفعت مؤسعد الدانف وشهرته السيد الدانف محمد رشاد. وكانت محكمة جنايات بورسعيد التي انعقدت في أكاديمية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة قد قضت بإعدام 21 شخصا من المتهمين بمأساة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا في فبراير عام 2012، معظمهم من مشجعي النادي الأهلي إثر مباراة كرة قدم. كما عبر الآلاف من التراس الأهلي عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الألعاب النارية ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي. ولم يحضر المحاكمة من المتهمين سوى 4، في حين يحتجز الباقون في سجن بورسعيد المحاصر من قبل أسر المتهمين والذين حالوا دون نقلهم إلى مقر المحكمة في القاهرة. يذكر أن الحكم الصادر ليس نهائيا بل سيخضع لنظر محكمة النقد. تعليق الحكم اللي احنا كلنا فرحانين طبعا، ويوم 6/3 لازم يبقى يوم إعدام للباقي الناس كلها. حكم المحكمة كويس بس لسه كده مكملش. قصدت إن هم اداهم إعدام. وشهدت الشوارع المحيطة بميدان التحرير في وسط القاهرة اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، فيما تجمع المئات من عناصر رابطة مشجعي النادي الأهلي أمام الجامعة الأمريكية المطلة على الميدان للاحتفال بحكم المحكمة في أحداث بورسعيد. واعتلى عدد من أفراد الشرطة أحد المباني وقذفوا المتظاهرين بالحجارة والقنابل المسيلة للدموع، ورد المحتجون بإلقاء قنابل المولوتوف على المباني المجاورة لوزارة الداخلية، ما أدى إلى اشتعال النار في أحد المباني المهجورة، ورددوا الهتافات المعادية لأهالي بورسعيد. في المقابل ثارت ثائرة ذوي المتهمين، فبعد دقائق من إعلان أحكام الإعدام دارت اشتباكات في بورسعيد بين رجال الشرطة وأهالي المدانين الذين حاولوا اقتحام السجن المحبوسين فيه في مدينة بورسعيد، ما أوقع عشرات القتلى بينهم ضابط وشرطيان ومئات الجرحى. ودفع لاعبا كرة قدم من أبناء بورسعيد حياتهما ثمنا لأحداث الشغب المندلعة حاليا في بورسعيد، هما تامر الفحلي الحارس السابق لمرمى فريق المصري ومحمد الضضوي لاعب المريخ البورسعيدي. وللالتفاف على الأحداث نشر الجيش بعض وحداته لإعادة الاستقرار إلى المدينة وفرض حظر تجوال في محيط بورسعيد، وأطلقت قوات حراسة السجن الغاز المسيل للدموع على الغاضبين لإحباط محاولة اقتحام السجن، كما أشعل الغاضبون النار في حافلة صغيرة تابعة لقناة تلفزيونية وأدرموا ألسنة اللهب في إطارات السيارات وقطعوا الطريق أمام السجن. وفي العراق أهالي الفلوجة يدفنون 7 قتلى من جراء المواجهات، والجيش يدفن جنديين ويعلن عن خطف الأهالي 3 من أفراده. هذول 4. تفاعلت قضية المواجهات بين متظاهرين والجيش العراقي في الفلوجة بعد سقوط 7 قتلى وانسحاب الجيش من المدينة، فقد وصل الغضب إلى حد قتل جنديين عراقيين واختطاف 3 آخرين في 3 هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف الفلوجة. وكانت السلطات قد قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية إثر الاشتباكات. يأتي هذا التطور في وقت شيع الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة المتظاهرين 7 وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة وغياب تام للجيش، وردد المشيعون شعارات مناوئة للجيش وحكومة رئيس الوزراء نور المالكي. وقد كان مقررا أن يحضر التشيع قائد القوات البرية العراقية الفريق علي غيدان بمرافقة عدد من وسائل الإعلام، لكن ذلك لم يتحقق في ظل المشاعر المعادية للجيش التي تسود الفلوجة عقب الأحداث الدامية. وقد دفن القتلى في مقبرة الشهداء في المدينة التي كانت قبل عام 2003 ملعبا لكرة القدم. سياسيا بدأت تظهر أولى نتائج الخلاف السياسي في البرلمان، حيث أقر البرلمان العراقي قانونا يمنع رئيس الوزراء نور المالكي من تولي منصب رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.
كان في نشاتنا لاسا إلى حلحلة بواسطة حزب الله، والدفن غدا. الأربعاء إلى اللجان المشتركة در. مجرد إحالتها على اللجان الفرعية رح نضيع وقت كتير. في الخاص طرابلس الوجه الآخر لمدينة التراث. ومن طرابلس أيضا بعبع الإمارة السلفية. الله عز وجل هو مؤسس التيار السلفي. مرسي يدعو إلى الحوار والقضاء يشعل بورسعيد. لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.